أبناء وبناتي طلبة الثانوية العامة القسم العلمي مادة الفيزياء، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة على الهواء مع أخي وأستاذ الأجيال عفو يا حبيبي، عفو. الأستاذ عزت سعد. مرحب بك يا ريس. اهلا بيك يا استاذ الله ابراهيم، يخليك اهلا بيك، اهلا وسهلا. الله يخليك. النهاردة نتكلم في حلقة جديدة من الليزر. اوكي تمام. عايزين بس نعرف إيه هو الليزر ونشوف ايه المستويات فيه. بيقول المستوى اللي هو الاثاره ومستوى ارضي وفتره العمر بتاع مستوى الاثاره والمستوى الارضي وهكذا. تمام. فكلمه ليزر فيما معناها اللي هو تضخيم شده الضوء بواسطه الانبعاث اللي هو المستحث. تمام. يعني قصدك تضخيم وتكبير وتكبير شده شدة الضوء الضوء بواسطه بواسطة الانبعاث المستحث. تمام. يعني هو ايه يعني؟ يعني كلمة الليزر مفهومها اصلا هي يعني ليزر جاء من عدة كلمات، الحاجات دي ما بتهمش بقى قوي. ايوه تمام. يعني انا عايز ايه نوصلوهم مفهوم الليزر يجيب فيه ازاي درجات وازاي يكسب وقت، وخاصة ان الفصل ده هو الفصل الاخير اللي نفسي نوصل له عليهم اعلى درجات على فكرة. يعني ومفهوش الفصل مسائل. الفصل ده والفصل الاخير عليهم اعلى درجات وممكن اكسب فيهم درجات كويس جدا جدا. فانا نفسي النهاردة نحاول نخلصوا الليزر. بإذن تمام. الله. ونحاول ناخدوا حصص زيادة بحيث بقى شكلنا حتى عند الناس مقبول إلى أي حد ما. هو عشان أفهم ليزر الأول لازم نفهم إن عندي نوعين من مستويات الطاقة، في مستويات أرضية وفي مستوى وفي إثارة. مستويات إثارة. المستوى الأرضي يتميز بكبر فترة فترة العمر، العمر. يعني الإلكترون يمضي. بيمكث في فترة زمنية أطول. تمام. أما مستوى الإثارة ده فترة فترة العمر العمر أقل. بتاعته قليلة، يعني الإلكترون بيقعد فيه فترة أقل. إيه العملية اللي بتحكم العمر الزمني؟ عملية مش واضحة إطلاقا على الأقل في كتاب المدرسة، صح؟ يعني إيه القانون اللي بيحدد العمر الزمني لمستوى الإثارة أو المستوى الأرضي؟ ده عملية مش موجودة إطلاقا، يعني مش هو لها طبعا سبل ولها طرق بس مش مقررة علينا. يبقى أنا هبدأ أتعامل مش بعنجهية، هتعامل بمفهوم بسيط عشان نوصل للطالب لبر الأمان ونجيب درجات. بمعنى إنه ممكن يبقى المستوى التاني والمستوى التالت في ذرة ما، ممكن يبقى المستوى الثالث في الذرة دي عمر الزمن أطول. تمام. وممكن المستوى الثاني يبقى عمره زمن أقل. تمام. ده اللي احنا عايزين تمام. نبقى عارفينه. كلمة ليزر معناها ان انا هندور على مستوى طاقة يكون عمر الزمن كبير. تمام. ويكون فرق الطاقة بينه بين المستويات. وبين المستويات الأدنى كبير. يبقى عشان ندور على ذرة نجيب منها ليزر، أنا عايز ذرة يكون فيها مستوى عمر الزمن كبير. تمام. يعني الإلكترونات بتقعد في فترة ممكنة فترة زمنية كبيرة. أطول، ويكون فرق الطاقة بينه وبين ما يليه من مستويات كبير. في بعض الذرات فيها الحاجات دي يصلح منها الحصول على أشعة الليزر. أنا هنفترض إن أنا عندي مستويين، واحد عمره الزمن قصير هنسميه E2، واحد عمره الزمن أطول نسميه E1. لما أكتب E1 وE2 يا مستر إبراهيم مش معناها قصدي المستوى الأول والمستوى الثاني. ايوه. يعني مستوى تمام يكون عمره الزمن كبير سميه المستوى الأرضي سميه E0 أو وكده بالشكل ده. إذا تواجدت الإلكترونات في مستوى عمر الزمن أقل يقال أن الذرة في حالة إثارة. إثارة أو الذرة مثارة. تمام. أو الذرة مثارة. إذا تواجدت الإلكترونات في مستوى عمر الزمن أطول يقال أن الذرة في حالتها العادية. تمام كده؟ ماذا يحدث لو سقط فوتون فوتون على ذرة في حالتها العادية؟ أنت هتقول لأي فوتون؟ لك لا، فوتون طاقته طاقته مساوية الفرق طاقة بين طاقتي هذين A2 ناقص المستويين. A1. تمام. يعني طاقته هي الفرق بين طاقة المستوى الأول والثاني أو الثالث والرابع أو الخامس والسادس. سوف يمتص الإلكترون طاقة هذا الفوتون وتثار الذرة، أي يتنقل من مستوى عمر الزمن أطول
إلى مستوى عمر الزمن أقل، أقل أو بمعنى أدق من مستوى أدنى إلى مستوى طاقة أعلى. تمام. طبعا من المعلوم أن أي إلكترون يمتص طاقة، يمتص فوتون طاقته، الفرق بين طاقتي أي مستويين في الذرة، لابد أن ينتقل من هذا المستوى إلى المستوى الذي يناسب هذا الكم من الطاقة. وإحنا اتفقنا لكل ذرة كمات محددة من الطاقة. الراجل ده لما حصل له إثارة هيمضي هناك فترة زمنية ويرجع. لو سبناه يرجع لوحده اسمها دون تدخل خارجي. تمام. تديك إشاعة اسمه الإشاعة التلقائي، ده اللي أنا عايز أتكلم عليه. أو انبعاث تلقائي. تمام. أو الانبعاث التلقائي أنا عايز أتكلم عليه. ينتج امتى؟ وما هي صفات فوتوناته؟ ينتج عند عودة الذرات المصغرة من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى فاقدة. الفرق بين طاقتي هذين المستويين في صورة طيف إشعاع كهرومغناطيسي. الكلام ده لازم كلمة بعد انتهاء فترة العمر دون تدخل خارجي. يبقى متى يحدث الانبعاث المستحس؟ يبقى عند اللي هي الانبعاث التلقائي، عند عودة الذرة المصغرة من مستوى الطاقة العليا أو من مستوى طاقة الإثارة إلى مستوى طاقة أدنى. تمام. فاقدا بعدين دون تدخل خارجي. تمام. بعد بقى إيه؟ بعد انتهاء فترة العمر. تمام. يبقى يحدث عند عودة الذرات المصغرة من مستوى أعلى لمستوى أدنى فاقدة. الفرق بين طاقتي هذين المستويين، هم كلمة زي حضرتك ما قلت، دون تدخل خارجي بعد فترة العمر. انتهاء فترة العمر. تمام. العودة دي هتديك إشعاع، يعني فوتونات الإشعاع التلقائي لها خصائص. أول خاصية في فوتونات الإشعاع التلقائي إنها تغطي مدى عريض من الأطوال الموجية. تغطي مدى عريض من الأطوال الموجية. تمام. بصفة عامة العودة التلقائية دي، يعني هل رغم ان انا عامل مستوى اعلى مستوى ادنى، العودة دي هل بقت مرة واحدة؟ العودة التلقائية بصفة عامة بيعود على مراحل، مش بيرجع مرة واحدة زي ما احنا متفقين. علشان كده هنقول كلمة مهمة، ان فوتونات الاشعاع التلقائي بتبقى غير مترابطة زمنيا ومكانيا او مكانيا، بتترك مصدرها في توقيتات مختلفة. يبقى فوتونات الاشعاع التلقائي غير مترابطة زمنيا ومكانيا، لانها تترك مكانها على تترك مصدرها في توقيتات مختلفة. زي حضرتك ما طلعت من باب بيتك وانا طلعت من باب بيتي، لو طلعنا احنا الاتنين في وقت واحد يبقى لو كده بيننا وبعضنا ترابط. ايه الترابط اللي ما بيني وما بين حضرتك؟ ان احنا تركنا مصدرنا في توقيت واحد. فوتونات الاشعاع التلقائي بقى كده زينا، بتترك مصدرها في توقيتات مختلفة. بالتالي بتبقى غير مترابطة زمنيا او مكانيا. بينها وبين بعضها فرق في الطور. يبقى هناك في فرق في الطور. تمام. بينهم بعضها فرق في الطور. فرق الطور ده في البداية بيكون صغير، ثم يزداد مع الانتشار. فرق الطور صغير بيزيد مع الانتشار. وأيضا على فكرة زوايا الانفراد اللي بين الأشعة وبينها بعضها بتزيد أيضا مع الانتشار. انا بحب الكلمة دي جدا. يبقى الاشعاع الانبعاث التلقائي يحدث عند عودة الذرات المصغرة من مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة ادنى فاقدة. الفرق بين طاقتي المستويين في صورة اشعاع كهرومغناطيسي في صورة فوتونات. يبقى فوتونات الإشعاع التلقائي غير مترابطة زمنيا أو مكانيا، تترك مصدرها في توقيتات مختلفة. فيما بينها فرق في الطور وفي زوايا مع الانتشار، وزوايا الانفراد أيضا بتزيد مع الانتشار. لذلك على فكرة
هي بتبقى عشوائية الحركة، بتتحرك عشوائيا. تمام، غير منظمة، تنتشر في جميع جمال الاتجاهات مختلفة الطور والاتجاه. يبقى أنا بحب أبديها من فوتونات الإشعاع التلقائي التلقائي غير مترابطة زمنيا أو أو مكانيا، مكانيا. بتترك مصدرها في توقيتات مختلف مختلفة، فيما بينها فرق في الطور، وفي أي زمن. نعم بيكون صغير، بيزيد مع الانتشار، تمام، لكن هيبقى أكبر من حاجة تانية هنجيبها بعد شوي. وبعدين زوايا الانفراج بتزيد مع مع الانتشار، الانتشار ده بيخليها عشوائية الحركة، تمام، غير منظمة، تمام، غير مترابطة وبعدين مختلفة التطور والايه الاتجاه، تنتشر في جميع الاتجاهات الاتجاهات. هرجع شوية. طالما انا قلت فوتونات، يبقى على فكرة هي بتغطي مدى مدى عريض من عريض الأطوال الموجية من الاطوال الموجية، يعني ما بيبقاش طول موج ايه، واحد. خليط من عدة فوتونات، ماشي، وبتبع شوية الحركة غير منظمة، تنتشر في جميع الاتجاهات مختلفة التطور والاتجاه، غير مترابطة زمنيا أو مكانيا، تترك مصدرها في توقيتات مختلفة، بينها فرق في الطور بيزيد مع الانتشار، زوال والوقت الانفراج بيزيد مع الانتشار، لذلك تعاني من التشتت. التشتت والتفريق قطر الأشعة غير غير ثابت، ثابت قطر الأشعة بيزيد كل ما نبعد عن عن المصدر، المصدر. تمام. من حيث الشدة، الشدة هي عدد الفوتونات الساقطة عموديا على وحدة المساحات. لو انا خدت وحدة المساحات في طريق الأشعة دي وخدت وحدة المساحات على استقامة واحدة، هنلاقي ان الشدة بتختلف، بتضعف كل ما كل ما نبعد بعد عن عن المصدر المصدر، وبتخضع الى قانون قانون اسمه قانون التربيع التربيع العكسي، العكسي، اللي بيقول ان شدة شدة الإضاءة الإشعاع تتناسب تناسبا عكسيا عكسيا مع مع مربع. مربع بعد النقطة عن المصدر. إذن هي بتخضع إلى قانون التربيع العكسي، الشدة بتضعف كل ما تبعد عن المصدر، يعني لا تحتفظ بشدتها لمسافات لمسافات طويلة. بعيدة، تمام. ضوءها طبعا بيبقى ضعيف أكيد، مثال لذلك الضوء الدول العادي. العادي أنا وجهة نظري إني بسأل سؤال، ما شرط حدوث الانبعاث التلقائي، عودة الذرات المصهرة؟ المصارة من مستوى طاقة أعلى، مستوى الإثارة، إلى مستوى أدنى أقل فيه الطاقة تمام، بعد انتهاء فترة العمر دون دون التدخل تدخل الخارجي. خارجي. طب ما هي خصائص فوتونات الإشعاع التلقائي، الفوتونات غير مترابطة تفقد، بقول كلما بعد عن المصدر بتفقد الطاقة بتاعتها، عشوائية الحركة، في هناك فرق في الطور بين الفوتونات بتاعتها، بعد كده بتخضع لقانون التربيع العكسي. تمام، يعني نقدر نقول انها تغطي مدى، مدى عريض من الأطوال نظمناها الموجية. عشان هما يكتبوا، واحد نقول له تغطي مدى مدى عريض عريض من من الاطوال الأطوال الموجية، الموجية. اتنين عشوائية عشوائية الحركة الحركة. غير منظمة، تنتشر في جميع الاتجاهات مختلفة التطور والاتجاه. بعدين الخاصية الثالثة، غير مترابطة زمنيا ومكانيا ومكانيا، أي تترك مصدرها في في توقيتات توقيتات مختلفة. مختلفة، تمام، وبعدين بينها فرق في الطور بيزيد بالانتشار، زوايا انفراجها بتزيد بتزيد كلما بعدنا عن بالانتشار، تمام. تخش بعد كده تعاني من التشتت، قطر والتفريق الحزمة الضوئية بيزيد يزيد مع الانتشار، وبعدين هنقول له ان الشدة بتضعف مع كلما الانتشار، يعني لا تحتفظ بشدتها بشدتها لمسافات طويلة. لمسافات بعيدة، بل تتناسب الشدة عكسيا مع لعدة مربع الفوتونات مع مربع المسافة المسافة بينهم. عن المصدر، طبعا ضوءها بيبقى ضعيف، مثال لذلك الضوء الضوء العادي. العادي. حضرتك تحب تضيف حاجة كده؟ تغطينا كلها. تمام كده. يبقى السؤال عندنا شرط حدوث الإشعاع التلقائي، وما هي خصائص فوتونات الإشعاع الإشعاع التلقائي. التلقائي. كلمة الخصائص ده مهم قوي في المنهج ده، خصائص أشعة
الاشعه السينيه مهمه، خصائص فوتونات الاشعه التلقائي مهمه، خصائص المجال المغناطيسي للملف الدائري مهمه. تمام، ده في الحاجات اللي احنا خدناها. يا ترى بقى ايه رايك لو انت عندك اصلا ذره مصاره، ذره مالها مصاره، وسقط عليها فوتون؟ الالكترون هنا لا يمتص طاقه الفوتون. تمام، هايل، جميل. طبعا، ما انا اتعلمت منك حاجه على فكره. انت قلت لي الذره لا تقوم بتخزين وتجميع الطاقه، الذره لا تمتص اي كم من اي كم الطاقه من الطاقه الا بعد ان تتخلص من كم الاثاره الاول. علشان كده لو سقط فوتون على ذره في حالتها المصاره، ايه اللي يحصل؟ لا يمتص، الالكترون لا يمتص طاقته، يحسوا بس على العوده. تمام، طب عشان يحسوا على العوده في شرط صغير قوي، لازما في شرط في طاقه الفوتون الساقط ده. يعني انا عايز اقول بصفه عامه ان لما تبقى الذره مصاره مش هتمتص اي كم اخر من الطاقه. بس عشان يستحسوا على العوده لنا شرط، يكون طاقه الفوتون الساقط هي الفرق بين الطاقه اللي امتصها الالكترون اصلا، ايوه، اللي هي الفرق بين طاقه المستوى المصار فيه واللي كان فيه الاول. يبقى هنا انا ممكن نتحكم في العوده، نتحكم في العوده عشان خليه يرجع مره واحده، انا اقدر بقى اتحكم فيها. هنا الكلام ده حصل في الليزر، ما كانش موجود في منحنى بلانك الاشعه، كان بيرجع كل عوده تلقائيه. لسه انا بقول الذره لا تميل لفقد كم كبير من الطاقه مره واحده وتعود من مستوى طاقه بعيد جدا عن النواه لمستوى طاقه قريب جدا من النواه. هي عمرها ما بتحب تعمل كده، بل تميل للعوده على مراحل. انا عايز اقنعهم لغايه اخر لحظه، لغايه اخر لحظه. هنا بقى لو عشان نعمل عوده على مره واحده ممكن، اسمها عوده مستحسه، يبقى ممكن الالكترون يرجع من مستوى طاقه خارج لمستوى طاقه داخلي مره واحده، بس بشرط قبل انتهاء فتره العمر، فتره العمر نسقط عليه فوتون طاقته، هي الفرق بين طاقتي هذين المستويين. ما المقصود بهذين المستويين؟ المستوى اللي هو فيه دلوقتي والمستوى اللي كان فيه قبل ما قبل يجي. كده. تمام، بمعنى لان لو اكسبت الكترون كم من الطاقه وذهب من المستوى الاول للمستوى الثالث مثلا، انا عشان ارجعه للاول مره واحده لازم اسقط عليه فوتون طاقته. أيوة، هي الفرق بين طاقه الثالث والاول، بس الكلام ده قبل انتهاء فتره قبل انتهاء فتره العمر. خلي بالكم بقى، طب في منحنى بلانك الاشعه ممكن يحصل الكلام ده على فكره، يعني ممكن. عشان كده هم لسه زعلانين من كلمه قد او ممكن. ايوه، وان حدث وعاد، ممكن يرجع. يبقى ده عمليه احتمالات، بس لو عايز احتمال واحد فقط انه يرجع من مستوى الاثاره للمستوى الارضي مره واحده، لازم يكون الشرط ده موجود، اللي هو شرط حدوث الانبعاث المستحس، شكرا، ان يسقط فوتون على ذره مصاره قبل انتهاء فتره العمر، بشرط ان تكون طاقه هذا الفوتون مساويه للفرق بين طاقتي مستويي الاثاره والمستوى الارضي لها. تمام، ساعتها بقى يديني وحيد الطول الموجي، يديني طول موج واحد، يديني مين بقى؟ طول موجي واحد. يبقى ما هي صفات فوتونات الإشعاع المستحس ذات طول، أول حاجة ذات طول موجي واحد. استنى بقى، ده أنت بتقول رجعتهم في وقت واحد، يبقى مترابطة، مترابط زمنيا ومكانيا، يعني تترك مصدرها في توقيت، واحد بفرق طور صفر. الله، يعني انت متفق معايا؟ فرق طور بصفر. انا كنت خايف بفرق طور صفر. تمام، ويظل ثابت مع الانتشار، المسافات الطويلة. تمام، فرق طور صفر ويظل ثابت مع الانتشار. هو الكتب كاتبه بفرق طور صغير، انا هنسامح، صغير جدا كم من يكاد ينعدم.
اصل حركه الفوتون زي بالظبط كده قمه وقاعه، موجه مستعرضه، بالظبط الاتنين بيبقوا متفقين في بالظبط طور. تمام. يبقى هنا بفرق طور صفر ويظل ثابت مع الانتشار. زوايا انفراج صغيره جدا، صغيره جدا تكاد تنعدم وتظل ثابته مع الانتشار، بتبقى اقرب ما يكون الى الى التوازي. التوازي، يعني يصير في خطوط مستقيمه. تمام. يبقى الإشعاع الانبعاث المستحس أو الإشعاع المستحس، العودة المستحسة، شرطها يسقط فوتون طاقته، هي الفرق بين طاقتي مستويي الإثارة والمستوى الأرضي قبل انتهاء فترة فترة العمر. العمر. فأنا هقول لهم حاجة، الانبعاث المستحس يحدث عند عودة الذرات المصارة من مستوى طاقة أعلى إلى لمستوى طاقة طاقة أدنى أدنى قبل انتهاء فترة فترة العمر. العمر. بحب الكلمة دي، نتيجة تفاعل، نتيجة تفاعل الذرة وهي مصارة مع فوتون طاقته، الفرق بين طاقتي هذين المستويين اللي هو اسمه بفعل مؤثر خارجي، بينتج فوتون وحيد الطول الموجي. لو تمام. طول موجي واحد لو طول موج واحد مترابط مترابطة زمنيا ومكانيا ومكانيا تترك مصدرها في توقيت واحد، فرق طور صفر ويظل ثابت مع الانتشار، زوايا انفراج صغيرة جدا تكاد تنعدم وتظل ثابتة مع الانتشار. وبذلك لا يخضع تمام. لقانون الترك هنكمل العكسي. بقى. يبقى منظمة الحركة دي كانت غير منظمة، ايوه غير عشوائية، دي كانت عشوائية الحركة، تسير في اتجاه واحد، دي كانت تنتشر في جميع الاتجاهات، وبعدين متفقة في التطور والاتجاه، هناك كانت مختلفة في التطور والاتجاه بالشكل ده. ولا نفس التردد والطاقة حاضر والاتجاه حاضر، هنقول بقى حاجة، هنجيب لك التردد والطاقة التلات. دي تاني. تمام. تعال بقى معايا تاني في حاجة مهمة، هي بالشكل ده يبقى لا تعاني من التشتت، لا تعاني من التشتت، لا تعاني من ايه؟ من التشتت او التفريق. يبقى طالما لا تعاني من التشتت يبقى قطر الأشعة قطر الهزمة الضوئية بيظل ثابت، ثابت، قطر الأشعة بإيه كده يظل بيظل ثابت ثابت حتى لو صار لمسافات طويلة. بالظبط لمسافات بعيدة جدا، وبعدين في نفس الوقت أقرب ما يكون إلى التوازي، أكيد تحتفظ بشدتها بشدتها لمسافات لمسافات طويلة بعيدة، لا تخضع لقانون لقانون التربيع التربيع العكسي، العكسي. بيبقى ضوءها قوي. مثال ذلك مين؟ ضوء الليزر. إذن الليزر هو فوتونات والضوء العادي فوتونات، ممكن يبقى لهم نفس الطاقة، ولا رأيك؟ ممكن يبقى لهم نفس الطاقة، يبقى لهم نفس التردد. المهم بقى الاتفاق في التطور من عدمه والتشتت من عدمه والحفاظ على الشدة من عدمها. إذن الفرق الأساسي الجوهري بين فوتونات الليزر وفوتونات الضوء العادي هو مترابط زمنيا أو مكانيا الى تحت اسم خصائص مين؟ الانبعاث المستحس، أشعة الليزر، خصائص الانبعاث المستحس، والانبعاث مين؟ التلقائي. التلقائي. الأسئلة شرط حدوث الانبعاث المستحس، شرط حدوث الإشعاع التلقائي. قول لي بقى شرط حدوث الإشعاع المستحس. يبقى شرط حدوث الانبعاث المستحس ان يكون الفوتون الساقط على الالكترون المصار لازم، ده شرط من الشروط اللي هي الأساسية جدا، ان هنا الالكترون لا يمتص طاقة الفوتون بل يحس على العودة الى مستوى طاقة ادنى، ولازم يكون هو بيساوي الفرق بين مستويات الطاقة. تمام. يعني يسقط فوتون على ذرة مصارة قبل انتهاء فترة فترة العمر، وتكون طاقة هذا الفوتون هي الفرق بيساوي الفرق بين مستويات بين طاقتي مستويين، هو احدهما هو مستوى الإثارة والآخر المستوى الأصلي أو المستوى الأرضي. ممكن نقول سؤال هنا، تفضل. اللي هو الفوتون الساقط والفوتون المستحس، أيوه، اختر من بين الأقواس، الفوتون الساقط والفوتون اللي هو مين، يعني الفوتون اللي هو المستحس والأصلي يتفقان في الطول الموجي، التردد، شدة الضوء. طيب هو انا بقى هنا، تمام، اللي هو بقى بالنسبه لي عدد الفوتونات. تمام. هنا الاشعاع المستحس بيطلع لك فوتونين، صح؟ واحد ناتج عن العوده والتاني مين اللي سبب العوده. اه صح كده.
طاقة لهم نفس الطاقة. الاثنين متفقين في التردد. تمام. اتش نيو اتش نيو نفس التردد. الاثنين اتفقوا في التردد. ونفس الطاقة. ونفس الاتجاه. ونفس الاتجاه. ونفس الطول الموجي. ولا رأيك؟ طب بالنسبة بقى للتطور. متفقين في التطور. فتكون في كل شيء. حاجة. تمام؟ طب في الشدة بقى. يحتفظوا بالشدة بتاعتهم لمسافات طويلة. يعني هذان أو الفوتونين دول ينطبق عليهم صفات الإشعاع عليه مستحس. الإشعاع المستحس. تمام كده؟ صفات الإشعاع المستحس. طيب في حاجة أنت حضرتك عايز تضيفها في الجزئية دي؟ أنا بحب بقى خصائص أشعة الليزر. مين خواص أشعة الليزر؟ النقاء الطيفي. حلو والله حلو. أول حاجة النقاء الطيفي. النقاء الطيفي. إيه رأيك في النقاء الطيفي ده؟ الطيف الخطي بيحتوي على عدد من الأطوال الموجية. تمام ممتاز. أي طيف خطي. تمام. بيحتوي على عدد من الأطوال الموجية. يعني أنت عايز تقول لي إن الطيف الخطي ده إشعاع تلقائي؟ إشعاع تلقائي. تلقائي. طبعًا. هو إشعاع تلقائي. مميز ولا مش مميز؟ مميز. لمادة العنصر. لا أيوه. بيعتمد على العدد الذري. طبعًا. تمام. فأنت عايز تقول إن الطيف الخطي لأي عنصر هو عدد من أطوال موجية فرعية حول الطول الموج الرئيسي. الموج الرئيسي. انا بحب كده. هو احنا ما خدناش منحنى بلانك ولا ايه؟ خدناه. مش احنا كان عندنا طول موجي يقابل اقصى شده اشعاع. اقصى شده اشعاع. وكان عندنا اطوال موجيه حوالين الطول الموجي ده. ومش خدنا ان الشده تتوزع على الاطوال الموجيه. تمام. وخدنا ان ممكن يبقى عنده طول موجي كبير بس تصاحبه شده ضعيفه. شده ضعيفه. وممكن يبقى عنده طول موج قصير وتصاحبه شده ضعيفه. شدة ايضا ضعيفة. تمام. يبقى الجسم المشع لا يشع كل الاطوال الموجيه بنفس الشده بل تختلف الشده باختلاف الاطوال الموجيه. طول الموج. خلاص. فنحقر نفس الكلام. قول له الطيف الخطي لاي عنصر هو عدد من اطوال موجيه فرعيه حول الطول الموج الرئيسي الذي يعطي اعلى شده ضوئيه. هايل. يبقى اعلى شده بدل هايل. مستر ابو ابراهيم عرف لي بقى الطول الموج الرئيسي. هو الطول الموجي الذي يعطي اعلى شده ضوئيه. اعلى شده ضوئيه. الاطوال الموجيه الفرعيه اللي حواليه تكون حاجه مهمه قوي. غلاف. هايل. غلاف. غلاف الشده الضوئيه. الشده الضوئيه ده بقى اللي بيحتوي على جميع الاطوال الموجيه الممكنه. غلاف الشدة بيحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة في هذه المنطقة. أو بنسموها باسم حلو قوي الاتساع الطيفي. الاتساع الطيفي. يبقى أنا عشان أفهم طالب قل له اكتب الطيف الخطي لأي عنصر هو عدد من أطوال موجية فرعية حول الطول الموج الرئيسي الذي يعطي أعلى شدة ضوئية. الأطوال الموجية الفرعية اللي حواليه بتكون ما يسمى بغلاف الشدة الضوئية أو الاتساع الطيفي اللي بيعتبر مقياس للنقاء الطيفي. يعني أنت عايز تقول لهم إن غلاف الشدة الضوئية ده أو الاتساع الطيفي ده بيحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة لهذه الشدة مين؟ الضوئية. تمام؟ عايز اضيف لهم بقى حاجه مهمه قوي اسمها الاتساع الطيفي النصفي. اسمها ايه؟ الاتساع الطيفي النصفي. ده هي اتساع الطيف عند منتصف الشده الضوئيه العظمى. بناخده بقى كمتوسط. لمين؟ لمقياس النقاء الطيفي. هايل مستر ابراهيم. لمقياس النقاء الطيفي. لمقياس النقاء الطيفي. الاتساع الطيفي النصفي ده هو اتساع الطيف عند منتصف الشده الضوئيه العظمى. هنفترض شدة الضوئية العظمى كانت 10 مثلا. اجي عند رقم 5 واخد خط كده ده اسمه الاتساع الطيفي النصفي اللي الكتاب سماه المدى الطيفي. المدى الطيفي. شوف احنا جبناها ازاي. يبقى الطيف الخطي لاي عنصر هو عدد من اطوال موجيه فرعيه حول الطول الموج الرئيسي الذي يعطي اعلى شده ضوئيه. تكون ما يسمى بغلاف الشده الضوئيه. يبقى بقى عرف لي من هو غلاف الشده الضوئيه. الذي يحتوي على جميع الأطوال الموجية الممكنة. تمام. غلاف الشدة الضوئية
هو عدد من الأطوال عدد من الأطوال الموجية الموجية الفرعية حول الطنج الرئيسي، تمام؟ الذي مظبوط؟ يعطي أعلى شدة ضوئية. بالظبط. والطنج الرئيسي هو الذي يعطي أعلى شدة ضوئية، إحنا بنسميها الاتساع الطيفي. الاتساع الطيفي النصفي هو اتساع الطيف عند منتصف الشدة الضوئية العظمى، ويسمى بالمدى الطيفي. يمتاز الليزر عن الضوء العادي بما يلي. في الضوء العادي نقي. ايوه المدى الطيفي له كبير. انا قصدي الضوء العادي هاي الضوء العادي، انا جبت الضوء العادي الاول. المدى الطيفي له كبير عريض متسع. أو كبير. كلمه المدى الطيفي للضوء العادي متسع كبير حبايبي معناه بيحتوي على اكتر من طول موجي حول الطنج الرئيسي، بتعدد درجات اللون، تمام. ولذلك هو غير نقي طيفيا، غير نقي. بس عايز افهمهم ايه معنى كلمه غير نقي طيفيا. ده غير نقي طيفيا من حيث الطول الموجي او التردد، يعني بيحتوي على اكتر من طول موجي، بيحتوي على اكتر من طول موجي، اكتر من تردد. والدليل على ذلك انت قلتها، ايه الدليل على ان الضوء العادي المدى الطيفي له متسع؟ انت قلتها، تعدد درجات درجات اللون الواحد. اللون الواحد عند النظر اليه بالعين المجرده. اذا تعدد درجات اللون الواحد عند النظر اليه بالعين المجرده ده دليل لان المدى الطيفي للضوء العادي متسع عريض، عكس مين؟ الليزر. الليزر مدى الطيفي صغير، ضيق جدا، ضيق جدا. برضك انا بحب الكلمه ده على فكره، بيقترب الطول الموجي الفرعي من الطول الموجي الرئيسي، يعني يبدو احادي الطول الموجي. شكرا. كما لو كان طول موجي واحد، طول موجي واحد، لذلك هو احادي الطول الموجي، يوصف بانه نقي طيفيا، نقي، ليزر نقي، تمام. عشان كده الليزر بيصاحبه بريق، بيصاحبه لمعان اثناء الانتشار. طول موجي واحد براق. واحد يقول لي طب انت جبت الكلمه دي منين؟ ايه رايك لو انت عندك اباجوره وكان نورها شديد قوي قوي قوي، انت عشان تحد من شده الضوء دي ممكن تحط عليها غلاف من ورقه. الورقه دي سمكها ورفعها هيغير درجه، هيتحكم في الدرجه، صح كده؟ في الشده. يا لمعان يا عدم لمعان. ما هو الضوء الابيض ده فيه لمعان اهو، ولا ده مش لمعان؟ ايوه لكن لو غطيته بحاجه هيقل الشده، البريق ده هيروح. بتاعه تمام. على فكرة الضوء اللي طالع من بقى الأباجورة ده ممكن لونه يختلف حسب السمك، يغمق لو سميكة يبقى فاتح، لو رفعة خفيفة رفيعة. الخاصية دي خاصية النقاء الطيفي، هي موجودة في الليزر على فكرة، مش موجودة في الضوء العادي. أيوة. تمام؟ عشان يفهموا صح، النقاء موجود في الليزر إنه طول موجه واحد. إذا خاصية النقاء الطيفي تعني أن الليزر يحتوي على طول موجي واحد، وحاد الطول الموجي، وحاد الطول الموجي. لكن الخاصية مش موجودة فين؟ في الضوء العادي. تمام. الخاصية دي تخلي الليزر مترابط، تمام، يستخدم في استخدامات تجربة توماس يانج، بالرافو عليك، ما ينفعش فيها الضوء العادي لأنه متساوي في التردد والسعة والتطور. دراسة التداخل في الضوء، دراسة التداخل في الضوء الطول الموجي اللي هي تجربة الطول، تجربة توماس، تجربة يانج. توماس يانج عايزين ضوء أحادي اللون. حتى هو كان في سنة تانية كان بيقرأ سؤال يقول له علل يفضل الليزر عن الضوء العادي في تجربة توماس يانج، وكان يقول إنها ذات طول موجي واحد. تمام. يبقى ده أول خاصية، عايز أضيف لها حاجة؟ الخاصية التانية اللي هي بقى مين؟ الترابط. ايه رايك في الليزر؟ الليزر مترابط زمانين فوتوناته دلوقتي. مترابطه زمانين ومكانين، ما تكملها لي، تترك مصدرها في توقيت واحد، توقيت واحد، مش كده؟ بفرق طور صفر يظل ثابت مسافات طويله، مش كده ولا ايه؟ لا يفقد شدته، تمام. زوايا انفراجها صغيره جدا، جدا، اقرب ما يكون الى التوازي، التوازي او خطوط مستقيمه. بالظبط، خطوط مستقيمه متوازيه. الضوء العادي فوتوناته مالها؟ غير مترابطه زمنيا ومكانيا.
تترك مصدرها على في توقيتات توقيتات مختلفة بفرق طور كبير ويزداد بالانتشار، سواء انفراج كبيرة بتزيد بالانتشار. تمام كده؟ ايه رأيك خاصية الترابط دي تخلي الليزر يستخدم في ايه؟ اول حاجة ايوه، اول حاجة على فكرة التصوير المجسم، صح؟ يبقى ليه الليزر بيستخدم في التصوير ثلاثي الابعاد عن الضوء العادي؟ عشان فوتوناته مترابطة زمنيا ومكانيا. الفوتونات دي بترجع من الجسم مرات تصويره شايلة معلومات. المعلومة. تمام؟ يعني فيه معلومات. معلومة. تمام؟ تعبر عن المعلومات اللي في وش دي، فيها شدة، فيها فرق طور، فيها فرق مسير. تمام؟ يعني أنا وش فيه منخفضات وفيه مرتفعات. تمام؟ لازم يبقى هو عارف فعلا كده. يعني هو وشه ده مهما كان مسمسم وحلو، لكن هو مرتفعات ومنخفضات بالنسبة للفوتونات. فالفوتونات بتبقى راجعة تحمل معلومات. المعلومات بتاعت الوش كله. بالظبط، بتاعت الوش فرق المسير وفرق الطور وكل حاجة. لما تبقى هذه الفوتونات مترابطة تنقل هذه المعلومات. تنقل المعلومات كلها. كلها، كاملة. لما تبقى الفوتونات غير مترابطة زي الضوء العادي. بالظبط. عشان كده بس أوصلهم. أيوه. ليه الليزر يستخدم في التصوير المجسم عشان فوتوناته او العروض المسرحيه. تمام. قول بقى تحتها بقى حاجات كتير، يعني الفنون. كل ما يتعلق بنقل المعلومات. عشان كده في اجهزه الاتصالات اللاسلكيه، اللاسلكيه نقل بقى المعلومات، التصوير المجسم، الفنون والايه، الفنون العروض المسرحيه. بالظبط، وهكذا. تمام. الترابط نقوله تاني، الليزر فوتوناته مترابطة. مترابطة زمنيا ومكانيا. أي تترك مصدرها في توقيت واحد. كلها. بفرق طور صفر. يظل ثابت مع الانتشار. المسافات الطويلة دون أن يفقد جزء من الطاقة. تمام. بتاعته. وبعدين قطر زوايا. تمام. حاضر. زوايا الانفراج صغيرة جدا. صغيرة جدا. أقرب ما يكون إلى التوازي. خطوط مستقيمة. تمام. عشان كده على فكرة الليزر ده ممكن يوصل للقمر. يقيس مسافة اللي هي المسافات الفلكية. تمام، مظبوط كده. ممكن يوصل لليه قمر، عكس بقى الضوء العادي. ممكن يوصل بس نوصل يعني تأثيره في المسافات البعيدة ما بيظهرش، لكن الليزر ممكن يوصل ويبان تأثيره في المسافات البعيدة. تمام. الضوء العادي بقى عشان كده فوتوناته كانت هي غير مترابطة زمنيا ومكانيا، تترك مصدرها في توقيتات مختلفة بفرق طول كبير وزيد مع الانتشار، كان بيعاني من كبر زوايا الانفراج مع الانتشار. الخاصية الثالثة حضرتك قلتها لنا، اللي بقى قطر الحزمة الضوئية. ايه رأيك قطر الحزمة الضوئية، ايه رأيك فيها؟ الليزر فوتونات تعاني ولا لا تعاني؟ الفوتونات لا تعاني. لا تعاني. محب يعني عايزهم كلمة التشتت دي يربطها بقطر الأشعة، يبقى فوتونات الليزر لا تعاني من التشتت أو التفريق. تمام. مش بتتفرق، قطرها بيظل ثابت لمسافات طويلة مهما تبعد أو مهما عن المصدر. عكس الضوء مين؟ الضوء العادي. العادي فوتونات بتعاني من التشتت، قطر الأشعة بيزيد كل ما تبعد عن المصدر. وده بيتضح في ايه؟ في ان زوايا الانفراج بتاعه الليزر تبقى صغيره جدا، اقرب ما يكون تاني الى التوازي عكس الضوء العادي. تمام. الخاصيه دي بتخلي الليزر يوصل في الحته اللي انت عايزها، عشان كده بيستخدم بقى في مين؟ توجيه الصواريخ او القنابل الذكيه. بالظبط. يبقى توازي الحزمه الضوئيه، ثبوت قطر الاشعه، دي خاصية بتخلي الليزر يستخدم في توجيه الصواريخ، نقل المعلومات عن طريق الالياف الضوئية. تمام. والنقل الايه، معلومات المسافات الفلكية، تعيين المسافات، تعيين المسافات الفلكية. تمام كده. توجيه الصواريخ والقنابل الذكية. الله الله يفتح عليك. الخاصية دي ممكن استخدمها في التمييز، قول، بين الضوء العادي والضوء وشعاع الليزر. طب ازاي؟ عايز افرق بين، يعني لو انا عندي مثلا، بنقول عندي مثلا
علبتين فيها ثقبين، وعندي ينفذ من كل علبة أو كل ثقب ينفذ ضوء، برافو. ضوء ليزر وضوء عادي، عايز أفرق بين يعني الاتنين. انت عايزني افرق بين الليزر والضوء العادي دون الاطلاع على المصدر، دون فتح الصندوق. تمام. يعني انت عايز تقول له لديك صندوقين، واحد فيه ثقبين، بوم ثقبين، يعني ليزر صندوقين فيهم ثقبين. بالظبط والتاني عادي، عايزك انت تعرف لي مين ليزر من دول عادي من غير ما تفتح الصندوق. ولا اي حاجه. تمام، اتفضل. كل اللي انا هعمله هجيب ورقه، يعني نجيب ورقه كده ونحطها قدام الثقب. اذا احتفظ الثقب زي ما هو باتساعه، يعني ظل اتساع الثقب ثابت مهما بعد شويه عن المصدر ذات نفسه، يبقى ده ضوء ليزر، عشان كتر الحزمه تمام، الضوئيه بيظل ثابت. ثابته، هايل، جميل، يظل ثابت. ممتاز. اما في الضوء العادي الاقي اللي هو ثقب دوت بيتسع، تمام معنى ان اتسع يبقى دوت كتر الحزمه الضوئيه. تمام يعني قطر الأشعة بيظل ثابت مع الانتشار، لكن ده في الليزر، لكن في الضوء العادي بيبقى القطر بتاعنا بيزيد مع الايه؟ الانتشار. الخاصية بقى الرابعة والأخيرة الشدة. الرابعة والأخيرة الشدة. الشدة طبعا بتعاني اللي هي عدد الفوتونات. بالظبط، يعني الشدة هي عدد الفوتونات الساقطة عمودي على لوحة المساحات. تمام. في الضوء، لا الضوء طب العادي، احنا ندعو لكل طلبتنا الثانوية العامة بالنجاح والتفوق بإذن الله، ونطلع فاصل ونعود تاني مرة أخرى. اوكي. أعزائي الطلبة، رجعنا إليكم بعد الفاصل. كنا بندرس خواص اللي هي أشعة الليزر. أخدنا أول حاجة اللي هو النقاء الطيفي، تاني حاجة اللي هي الشدة، تالت حاجة اللي هو قطر الحزمة مين؟ الضوئية. احنا خدنا مظبوط كده النقاء الطيفي، خدنا الترابط، خدنا قطر الأشعة الضوئية أو اسمه توازي الحزمة الضوئية، والرابعة بقى قلنا الشدة. حضرتك تفضلت، بدأت بحاجة مهمة جدا، قلت الشدة هي عدد الفوتونات الفوتونات. الساقطة عمودا على لوحة المساحات كل ثانية. الليزر بيمتاز بشدة بتاعته ثابتة، بيحتفظ بشدته لمسافات بعيدة، لمسافات طويلة أو لا بعيدة يخضع لقانون لقانون التربية التربية العكسي. العكسي. الضوء العادي لا، يبعد عن المصدر، يعني بيخضع على قانون التربية العكسي. دي بتخليه بقى يستخدم في مين؟ لحم شبكة العين، مش كده؟ وعلاج عيوب النظر. تمام. الليزك. وبعدين صهر الفلزات، عمل الثقوب. ثقب الماس. تمام. اللي احنا الليزر دلوقتي بيستخدم في سنغافورة، بيعملوا عملية اللي هي ترسيع الماس ذات نفسه، أو اللي هي الحلي ذات نفسه بواسطة أشعة الليزر، وتعتبر من الدول المتقدمة في العالم في هذا المجال. اللي هي مين بقى؟ سنغافورة. سنغافورة. اشمعنى سوبر؟ انت رحت هناك ولا ايه؟ ولا المعلومة قريتها يعني؟ معلومة يعني. جميل. طبعا 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 استخدامات واسعة جدا في الليزر، كتير جدا جدا، تالي انهم يكفوا للمطلوب او الخلاص. الغرض. طيب قول لي بقى، ايه نظرية عمل الليزر؟ الفعل الليزري. الفعل الليزري، اسس الفعل الليزري. الوصول بذرات الوسط الفعال، يعني المادة اللي هي مين؟ اللازمة لإنتاج اللي هو الليزر، تمام. إلى حالة الإسكان المعكوس تمام. عن طريق الانبعاث المستحث. حالة الإسكان المعكوس اللي هو بيكون فيه عدد ذرات المصارة في مستوى الإثارة أكبر من عدد الذرات التي توجد في مستوى طيب الطفرة. يعني مثلا دلوقتي، طب انا شوفني كده انا هقدر اعملها ولا لا، او وصلح لي. يعني لو ده مستوى ارضي مثلا اللي تحت ده، وهنا في مثلا خمس ست، فرضا انا تخيل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وقفوا واحد، هل ده حالة اسكان لا معكوس؟ لا، ليس حالة اسكان معكوس. يعني عندي هنا خمس الكترونات تحت او خمس ذرات عاديين، طب هنا اتنين وهنا قالوا بقى اربعة، ليس حالة اسكان معكوس. طب هنا بقى تلاتة وتلاتة ليس حالة اسكان معكوس. يا راجل، طب اربعة واتنين، كده بقى اسكان معكوس. يا سلام، خمسة واحد، اسكان معكوس. يبقى زي الفل. لازم يكون عدد الذرات المصارة في مستوى الطاقة المصار أو طاقة الإثارة أكبر من عدد تمام. الذرات التي توجد في مستوى الطاقة الأرضي. يعني أول شرط لحدوث الإشعاع الليزر، أول شرط الوصول بالذرة إلى الوسط حالة الإسكان الإسكان المعكوس، المعكوس. أي تكون عدد الذرات المصارة في في مستوى مستوى إثارة خارجي أكبر أكبر من عدد من عدد الذرات الذرات التي توجد الغير مصارة في في مستوى المستوى الطاقة الأدنى الداخلي. أو الأخير.
اللي هو قصدك الداخلي، تمام كده؟ هقولها تاني، الوصول بالذره الى حاله بالفعل. الاسكان المعكوس، او الوصول بالوسط الفعال، او يكون احداث ما يحدث اسكان معكوس لذرات الوسط الفعال، حدوث اسكان معكوس لذرات الوسط الفعال، يعني الوصول بالذره الى اللي حاله ذرات الوسط الاسكان الى حاله المعكوس الاسكان المعكوس، عن طريق انبعاث اي المستحس. تكون عدد الذرات المساره في مستوى اثاره خارجي اكبر من عدد الذرات الغير مساره في المستويات الداخليه. اتنين بقى، شرط يكفل يضمن، العمل على العودة اللي هي الذرات المسارة كلها في توقيت الله واحد. يرضى عليك، شرط يكفل، شرط يضمن عودة كل كل الذرات المسارة الذرات المسارة في في وقت توقيت واحد، واحد. فنحصل على شلال شلالات من من الفوتونات الفوتونات المترابطة. المستحثة المترابطة المتفقة في الطور والاتجاه. بعد كده نعمل لها بقى عملية اللي هي حاضر، التضخيم تمام. والتكبير. إذن بقى أسس الفعل الليزري قلنا منهم اتنين، واحد الإسكان المعكوس، اتنين العودة المستحثة. الإسكان المعكوس، العودة المستحثة، كده لسه ما جبتش ليزر. ثلاثة بقى، تلاتة، التضخيم أيوة، والتكبير. وعاء، وعاء أيوة محصور بين مرايتين تمام، يحوي يحوي على هذه الفوتونات بحيث يتم تضخيمها وتكبيرها وتكبيرها وتحسين تحسين النقاء نسبة النقاء الطيفي لها، الطيفي. تمام. إذن هما تلات نقط أسس الفعل الليزري. واحد، الوصول بذرات الوسط الفعال إلى حالة الإسكان المعكوس عن هايل، طريق الانبعاث المستحث. اتنين، تاني حاجة، العمل على العودة الذرات كلها المسارة في وقت واحد. ثلاثة، تضخيم وتكبير أشعة الليزر عن طريق تمام، وعاء ايوه محصور بين مرايتين عشان تمام أعمل عملية تحسين للنقاء الطيفي. تمام يعني الوصول ذرات بذرات الوسط الفعال. وسط الفعال الى حته الاسكان المعكوس، اللي هو قال الكلمه دي كفايه. اتنين بقى، العمل حدوث على عوده مستحثه لكل الذرات في المسار ان في وقت واحد. واحد. تلاته، تضخيم تضخيم وتكبير وتكبير الشعاع الليزر عن طريق وتحسين وعاء. النقاء الطيفي. عندنا مشكله كده، ماشي. ده اسمه مهم قوي، سؤال نظريه فعل عمل الليزر عمل الليزر، ده سؤال او بيجي اسم في بيجي في الامتحان. كتير طبعا، بيجي على طول او في اسمه الامتحان، الفعل الليزري، الفعل الليزري. او اسس الفعل الليزري، تمام. يعني اذا لو احنا بصينا لها هم الثلاثه كده كتله واحده، ما هو هم الثلاثه مفهوم واحد، تمام. طب ايه رايك بقى، اي جهاز ليزر بيتكون من ايه؟ اي جهاز ليزر؟ ايوه، تركيب مش كده؟ الليزر يعني اي جهاز ليزر بيكون يتكون من العناصر العناصر الاساسيه للليزر الاساسيه لتكوين جهاز ينتج الليزر. الوسط الفعال. الله، ايه رايك في وسط الفعال ده؟ الوسط الفعال ماده اللي هي الفعاله لانتاج الليزر. تمام، يعني نقدر نقول الوسط الفعال هو الوحده المسؤوله عن توليد توليد فوتونات اشعه فوتونات الليزر. اشعه الليزر. فعال، الوسط الفعال هو الوحده المسؤوله عن توليد فوتونات اشعه الليزر. الوسط الفعال ده ممكن يبقى ايه؟ اول حاجه ماده صلبه زي الياقوت المطعم بالكروم. تمام، ماده صلبه دي منها نوعين، يا اما بلورات صلبه زي ليزر الياقوت، او اشباه اشبه موصلات زي سيليكون السيليكون. مطعم بجرمانيوم. بالظبط، عندنا مشكله كده. لا، يبقى انا عندي هنا هيبقى عندي ليزر الياقوت وليزر سيليكون جرمانيوم. ليزر الياقوت عباره عن مين؟ الوسط الفعال بلورات ماده صلبه، لكن ليزر السيليكون الماده الفعاله بتاعته اشباه اشباه موصلات الفلزات او اشباه الموصلات، تمام. طب يبقى قلنا الوسط الفعال ممكن اول حاجه يبقى ماده صلبه، بلورات صلبه، وقلت بقى منها الاتحاجتين، ماشي، اما بلورات صلبه مثل الياقوت، تمام، زي ليزر الياقوت، ليزر الياقوت، او اشباه موصلات تمام، وبعدين ماده صلبه اشباه موصلات الرمل السيليكون، السيليكون، تمام. متنبس. اتنين، ممكن تبقى ماده سائله، ماده سائله اللي هي صبغه عضويه قابله بالظبط، للذوبان، تمام، اي صبغ عضوي زائب في الماء فيها مشكله، ده نوع واحد، صبغ عضوي زائب في الماء. ثلاثة، ممكن يبقى حاله غازيه، غازي، تمام،
حالة غازية دي بقى منها على ثلاث حاجات بالظبط، ذرية ممكن ذرية أو جزيئية هايل أو أو جزيئية متأينة. أو متأينة. ذرية ذرة زي مين؟ زي الهيليوم والنيون عندنا خليط كمثال من الهيليوم والنيون، HU NE، تمام، جزيئية زي ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون، الأرجون المتأين. متأينة زي الأرجون المتأين، تمام، أو ثاني أكسيد الكربون الإيه؟ متأين ممكن، لكن المثال الصحيح اللي هو الأرجون الأرجون المتأين، المتأين. تمام. يبقى هنا هتسألني سؤال، ما هو أنواع الليزر من حيث وسط الفعل؟ مادة صلبة، وأقول له صلب أول حاجة قلنا اتنين، زي من ومين؟ الياقوت الصلب وأشباه الموصلات السيلكون تمام، اللي هو مطعم بلورات بالجرمانيوم. صلبة أو أشباه موصلات، بعد تمام، كده عندي اللي هو بقى إيه، سائلة، السائل، سائل صبغة عضوية قابلة للذوبان. تمام، بعد كده اللي هو غازية، الغازي، في أيوة ثلاث حاجات. أيوة أول حاجة اللي هو عبارة عندي عن ذرة زي الهيليوم والنيون، جزيء زي ثاني أكسيد الكربون، أو مادة متأينة زي الأرجون المتأين. تمام. وأحسن حاجة ذاكرها منها كتاب مدرسة على فكرة، رسمها حلو قوي وجاب أمثلة حلوة قوي. ده أول حاجة وسط الفعال. تاني حاجة بقى مصدر الطاقة. مصادر الطاقة، ماشي، قول لي بقى أنت. مصادر الطاقة، مصادر كهربية، تمام، ممكن طاقة كهربية، مصادر طاقة كهربية. الطاقة الكهربية ممكن تنقسم إلى قسمين عندي، تمام، مجال كهربي عالي التردد اللي هي الأمواج الراديوية، مجال كهربي عالي عالي التردد التردد، اللي هي الأمواج الراديوية، تمام، وبعدين عندي مجال كهربي مستمر مجال كهربي مستمر، اللي هي أنبوبة التفريغ بس تحت تمام، ضغط منخفض. بالظبط. المجال الكهربي المتردد اللي هو موجات تعادل موجات الراديو، ترددات اللي هي الراديو، الأمواج الراديوية. تمام، ده يستخدم في الإثارة مباشرة، أيوه. مش كده؟ أما المجال الكهربي المستمر ده يقوم بتشغيل أنبوبة تفريغ كهربي تحت تحت ضغط ضغط منخفض. منخفض تحدث الإثارة. مثال ليها زي ليزر الهيليوم، الهيليوم نيون. تمام، مع عشان نحط لهم سؤال. يبقى مصدر الطاقة في الهيليوم نيون مجال كهربي يقوم بتشغيل مستمر. أنبوبة، مجال كهربي مستمر يقوم بتشغيل أنبوبة تفريغ كهربي، تمام، ماشي. تعالى بقى اتنين، طاقة حرارية زي ايه؟ طاقة حرارية اسمه الضغط الحركي للغاز، غاز تحت ضغط عالي ويصير بسرعة عالية جدا، ينشأ عن الاحتكاك وعن التصادم طاقة حرارية طاقة تحدث حرارية عملية الإثارة، يكتفى بكلمة الضغط الحركي بس للغاز. كده. التالتة طاقة نوعها ايه؟ ضوئية. ايه رأيك في الطاقة الضوئية دي؟ لو احنا عملنا الإثارة بالطاقة الضوئية مباشرة يبقى اسمه الضخ الضوئي، ومنها نوعين، يا اما مين او مين، اما مصابيح وهاجة، زي الياقوت، تمام، هايل، ده في حالة ليزر الياقوت، الياقوت استناني بقى. والتانية بعض انواع الليزر، اللي هو الليزر اللي هو محضر مسبقا تمام، اللي هو زي السوائل. السوائل. هنا بقى هسألك سؤال قارن بالليزر الياقوت والهيليوم والليزر الغازي، الهيليوم ايوه، من اتفضل. حيث واحد الوسط الفعال ومصدر الطاقة، الوسط الفعال في الهيليوم يبقى هيليوم نيون، تمام، في الياقوت ياقوت صلب، تمام. يعني اقول له في الهيليوم نيون، نقول له حالة ذرية ذرات من ذرات الهيليوم والنيون، هيليوم ونيون. جميل جميل. طب لو هو قال لي مستر ابراهيم الغازي، لازم نقولهم الوقت التلاتة، الغاز اقول الثلاثة لو اللي قال هي لي قارن، ذرية. بالظبط، لو قال لي قارن بين ليزر الغازات وليزر الياقوت من حيث الوسط الفعال في الغازات، الغازات اقول له لازم الثلاثة، اقول بالظبط، له حالة ذرية، الحالة الذرية والحالة الجزيئية والحالة المتأينة. قول لي بقى حالة بقى لازم ذرية بتبقى خليط الحالة من ومين؟ الذرية بيكون لازم عندي هنا خليط من الهيليوم والنيون اللي هو اتش اي وان اي، تمام، ده أول حاجة. اللي هي الجزيئية ثاني أكسيد الكربون، هايل، اللي هي المتأينة هو الأرجون المتأين. زي الفل. طيب وبالنسبة لليزر الياقوت هقول لك بلورات، ده بلورات صلبة من صلبة، الياقوت مطعمة بالكروم. تمام، مظبوط. طيب نيجي احنا بقى مين؟ نيجي احنا بقى مين؟ من حيث بقى مصدر الطاقة. مصدر الطاقة في الهيليوم نيون خارجي لا اللي هو مصدر، جهد تمام، كهرباء مستمر، في الهيليوم نيون ممكن نقول له مجال كهربي مصباح مستمر يقوم بتشغيل انبوبه تفريغ كهربي، ده في الهيليوم نيون. لكن في ليزر مصباح الياقوت مصابيح مصباح مصباح وهاجه، وهاجة. تمام، كده خلصت الطاقه الضوئيه. بس خلي بالهم من حاجه، لو عملنا اثاره بالضوء مباشر اسمها الضخ الضوئي، الضخ يبقى الضوئي كلمه الضخ الضوئي اللي هو مين؟ احداث احداث اثارة اثاره للذرات. الوسط الفعال.
طيب مصدر الطاقة بقى هو مين ده؟ تعرفه؟ هو الوحدة المسؤولة عن إثارة عن ذرات. إثارة ذرات أو جزيئات أو أيونات الوسط الفعال. الوسط الفعال والمادة الفعالة اللازمة بالظبط لإنتاج الليزر. بالظبط، تمام. يعني كلمة المادة الفعالة دي أنت بتحبها قوي مش كده؟ عشان لما ناخد بقى تركيب ليزر الهيليوم نيون دلوقتي هقول له عندي مادتين، مادة وظيفتها كذا، واحدة هو وظيفتها كذا، الله يفتح عليك، واحد عامل مساعد والتاني هو بالظبط دوت اللي هو بيعمل الأساس، الإثارة. تمام. الرابعة بقى من مصادر الطاقة اللي هي الطاقة مين؟ الكيميائية. إيش رأيك في الطاقة الكيميائية مستر إبراهيم؟ الطاقة الكيميائية الطاقة الناتجة عن بعض التفاعلات تفاعلات الكيميائية زي مين؟ كيميائية، أي تفاعل كيميائي تفاعل خليط اللي فيها أكسدة واختزال بالذات. تفاعل خليط من مين ومين؟ مين عامل مختزل؟ ومين عامل مكسد؟ تفاعل بين الفلور والهيدروجين بالرج الشديد، تمام. تفاعل مزيج من الفلور والكلور والهيدروجين او بالرج الهيدروجين. الشديد، تمام. او تفاعل خليط من فلوريد الديوتيريوم وثاني اكسيد الكربون بينشأ عنهم طاقة هائلة تحدث عملية مين؟ الإثارة. الإثارة ببساطة جدا على فكرة، انا من وجهة نظري ده من اهم الأسئلة في الليزر. يعني جه كذا سنة اذكر فقط العناصر الأساسية لتكوين الليزر. الليزر لو قال لي اذكر فقط العناصر الأساسية لتوليد الليزر هما ثلاثة، واحد الوسط الفعال، الوسط الفعال، مصدر الطاقة اللي انت حابه بقى من بدري قوي اللي هو التجويف الرنيني. شكرا. عرف التجويف الرنيني. هو الوعاء الحاوي والمنشط لعملية التكبير. تمام، الوعاء الحاوي والمنشط، تمام لعملية التكبير تمام والتضخيم يعني هو الوعاء الحاوي الذي والمنشط يحتوي على لمين بقى؟ لفوتونات الفوتونات اللي هو الليزر أشعة الليزر، تمام. ويحدث فيه التضخيم والتكبير. والتكبير. وأنا قلت على فكرة كتاب بقى المدرسة، لأن في موقف يعني مهم يعني. لما على فكرة جت السنة اللي فاتت، عرف ما المقصود بالتجويف ايوه الرنيني، مظبوط كده. الناس طبعا الافاضل اللي كده موجودين كلهم صمموا ان يتكتب في نموذج الاجابه ما جاء في كتاب المدرسه، تمام. لان في بعض الكتب قايله فيه حاجات كتير، لذلك انا بقول نصيحه، كتاب المدرسه مهم على فكره وصغير، ما ياخدش منهم ساعتين مذاكره، وده بيجي منه احنا اسئله قلنا كتير الكلام جدا، ده كتير والله. بيجي منه اسئله كتير جدا. التجويف الرنيني هو الوعاء المنشط والحاوي لفوتونات أشعة الليزر، ويتم فيه التضخيم والتكبير. احنا بنضيف كلمة قالها معلش ما هيش مشكلة، بس على فكرة الكلمة دي مهمة برضو، ويساعد على تحسين النقاء النقاء الطيفي. الطيفي، ولما نيجي نشرحها هعرفهم ازاي بيساعد على تحسين النقاء الطيفي. منه بقى كم نوع مستر ابراهيم؟ اثنين، قول لي بقى. تجويف رنيني داخلي هاي طب وصف لي الرنين الداخلي بقى ده. هو عبارة عن أنبوبة محاطة بمرايتين مطليين بالفضة، تمام. أحدهما يعني هو ادي التجويف الرنيني او ادي الاول اقصد بيه ده الوسط الفعال، هيبقى مرآتين من الفضة مرسبتين، قصدي الداخلي. أبقوا معنا بعد الفاصل ونعود. عدنا إليكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم بقى في أنواع التجويف اللي هو تمام. الرنيني. قلنا عندنا نوعين، تجويف رنيني داخلي، تجويف رنيني خارجي. أولا بصفة عامة، أنت قلت كلمة حلوة، التجويف الرنيني هو الوعاء المنشط والحاوي لفوتونات أشعة الليزر. قلنا بيتم التضخيم والتكبير عن طريق، قول بقى عن طريق انعكاسات متتالية. انعكاسات متتالية على بين المرايتين، بين مرأتين. اه المرأتين اما مقعرتين او مستويتين، متوازيتين ومتعامدتين على على تمام كده. يبقى هو عن طريق الانعكاسات المتتالية بين مرأتين، تمام، اما مقعرتين او مستويتين متعامدتين على الوسط
الفعال. تمام. من النوعين بقى، رنين داخلي بتبقى المرايات من الفضه مرسبه ايوه على قاعدتي الوسط الفعال. الوسط الفعال اما تجويف رنين خارجي مش كده، اه بيبقى المرايتين كده، مرايتين قول انت بقى مختلفتين في معامل الايه الانعكاس بتاعهم، واحده شبه واحده شبه عاكسه، يعني واحده شبه منفذه والثانيه عاكسه. تمام. 99.5 والثانيه 95 94 اي حاجه. الداخلي يعني ده في حاله ليزر الياقوت، ليزر الياقوت. الخارجي ده هيليوم نيون، في حاله ليزر الهيليوم نيون. نكمل بقى سؤال المقارنه، قارن بين ليزر الهيليوم نيون وليزر الياقوت من حيث الوسط الفعال الوسط الطاقه التجويف الرنيني. ماشي. اول حاجه الوسط الفعال ليزر هيليوم نيون، هيليوم ونيون. تمام. الليزر الياقوت، ياقوت صلب، بلوره ياقوت صلب. تمام، سامعك يا ريس. بعد كده بقى رقم اتنين واجه المقارنه. ايوه. ها، مصدر الطاقه، مصدر الطاقه مجال كهربي مستمر يقوم بتشغيل انبوبة التفريغ الكهربي. انبوبة التفريغ الكهربي. تمام. مصباح وهاج. ايوه، مصباح وهاج. ده في حالة ليزر الياقوت. في ليزر الياقوت. اه. مصدر من حيث التجويف الرنيني. التجويف الرنيني هنا خارجي، هنا داخلي. خارجي في ليزر الياقوت. في ليزر. لا، في ليزر الغازات. في ليزر الغازات. الهيليوم. الهيليوم نيون. خارجي وهنا داخلي. تمام. اللي هو ليزر الياقوت. تمام. عندنا مشكلة كده؟ لا. طب انا عندي بقى سؤال، يقول لي اشرح بالرسم تركيب جهاز ليزر الهيليوم نيون. انت يتركب من انت بتحب ترسم رسمه الكتاب ولا لا؟ طبعا. ماشي. طيب، بتحب رسمه الكتاب. يبقى اول حاجه الوسط الفعال، انبوبه زجاجيه بقى خليط من الهيليوم والنيون بنسبه 10 هيليوم الى 1 نيون. جميل. 10 هيليوم الى 1 وتحت ضغط منخفض الانبوبه 6.1 ملي متر زئبق. يبقى هنرسم كده اهو الوسط الفعال. الوسط الفعال هو عباره عن خليط مكون من، يعني هي انبوبه، انبوبه فخليط من الهيليوم والنيوم بنسبه طبعا نسبه من كوارتز 10 الى 1، 10 هيليوم 1 نيون، 1 نيون تحت ضغط منخفض 6.1 ملي متر زئبق. طيب، بها نافذتين ضوئيتين. بها نافذتين، نافذتين ضوئيتين. دي كده النافذه كده. تمام. ودي النافذة التانية. جميل. وبعدين المرايتين. تمام كده. يبقى انبوبة زجاجية. انبوبة زجاجية. من الكوارتز ممكن؟ اه، من الكوارتز، تحتوي على عنصري الهيليوم والنيوم بنسبة 10 هيليوم وواحد نيون. تمام. تحت ضغط منخفض 6.1 ملي متر زئبق. وبعدين عندي نافذتين ضوئيتين. وبعدين عندي اللي هم المرايتين متعامدتين على محور. تمام. الانبوبه. تمام. احدهما شبه منفذه ومعامل الانعكاس بتاعها 95 94، والاخرى عاكسه 98.5 99.5 سي. تمام. تمام. يعني احنا كده رسمنا الوسط الفعال. اه. تمام. اتنين مصدر الطاقه عباره عن كلام مجال طبعا. ايوه. مجال كهربي مستمر موجب وسالب يقوم تشغيل انبوبة التفريغ. يبقى مجال كهربي مستمر. يقوم بتشغيل انبوبة التفريغ الكهربي تحدث الاثار، تحدث الاثار لذرات الهيليوم. وبعدين بقى التجويف الرنيني مرأتين مش كده؟ اه، مقعرتين او متعامدتين على متوازيتين ومتعامدتين على محور الانبوبة. واحد معامل انعكاسها 99.5، مفيش مشكلة، 99.5%. والتاني أقل منها، شبه منفذة 95، أي حاجة 98% أقل، هكذا بقى أقل منها. دي عاكسة ودي شبه منفذة، أو ده شبه إيه منفذة. ده بالنسبة لتركيب الليزر هيليوم. الليزر هيليوم نيون. تمام. طب في رسمة كده فقط لغير كده، فيش مانع خالص ياخد نفس الدرجة. ماشي، تعتبر صح. ماشي، فهمتني؟ دي ماشي، ديت ماشي. بس اهم حاجه يبقى عارف مين ده. ده بقى الوسط الفعال مش كده، ولازم نسبه الهيليوم والنيون جواها. تمام. وعادي جدا. والضغط جواها كام؟ مظبوط كده. ده بالنسبه لتركيب ليزر الهيليوم. فينا مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. اسالك سؤال بقى، اتفضل. كيف تحصل على ليزر الهيليوم نيون؟ طريقه الحصول بقى على ليزر الهيليوم نيون. ازاي بقى؟ اول حاجه نشوف بقى الهيليوم بقى دوت، نسير الهيليوم. تمام. الاول نديله طاقه،
يبقى هنا عندما يكتسب الهيليوم، يعني ده هنا الهيليوم، الحالة الأرضية للهيليوم ده الهيليوم، وده النيون أو إيزيرو A1 وان، A2 مفيش A3. مشكلة A3. خلاص مفيش مشكلة. أنا عندي جوه في الأنبوبة في مين ومين؟ هيليوم ونيون. أنا بشغل المجال الكهربي. المجال الكهربي ده راح يثير مين؟ الهيليوم من الأول. اشمعنى يثير الهيليوم؟ كمات الطاقة اللي بيديها المجال الكهربي تتناسب مع كمات الطاقة اللي ذرات الهيليوم، ولا يناسب كمات الطاقة للنيون لذرات النيون. الحاجة التانية ان الهيليوم ده هياخد كمات الإثارة في وقت سريع، يعني عملية الإثارة في الهيليوم بسرعة بكده سرعة. فاحنا رايحين نقوله يقوم المجال الكهربي بإكساب ذرات الهيليوم طاقة. طبعا يقوم المجال الكهربي بتشغيل أنبوبة التفريغ والدين الطاقة عشان تحدث الإثارة، يبقى الإثارة أصلا كانت بفعل المجال مجال الكهربي. الكهرباء. تمام. يقوم المجال الكهربي أو الجهد الكهربي مش كده بإثارة بإثارة ذرات ذرات الهيليوم، فتنتقل من مستوياتها لمستوى الأرضية A1 إلى A3 إلى مستويات الإثارة اللي هو الخارجية الثالث. بالنسبة لها زي الفل. تمام. يبقى اللي يحصل بعدها تقضي فترة زمنية طويلة هنا بقى تمام. الهيليوم، ليه بقى؟ تقضي فترة زمنية حتى يتم بقى عملية ال يعني انت قصدك هي فترة وجودها في المستوى ده مناسبة. تمام. هي هل هي هنسيبها ترجع عودة تلقائية ولا حصل لها ايه؟ ذرات الهيليوم اللي هنا دي اللي هنا هي اي ذرة مسارة نفسها تروح او الالكترونات تروح لمستوى طاقة عمر الزمن اطول. فذرات الهيليوم دي هتصطدم بذرات النيون الغير اللي غير مسارة، مسارة لكنها تقع فين؟ في المستوى في شبه مستوى مستقر. إثارة داخلي اللي هو في المستوى التاني. مش معنى الكلام ده ان ذرات الهيليوم دي اتقابلت مع ذرات النيون معناه ذرات الهيليوم سابت مكانها ولا ما سابتش مكانها؟ معناه ذرات الهيليوم دي سابت مكانها، فذرات الهيليوم راح تفقد جزءا صغيرا من طاقتها عن طريق تصادم غير مرئي. تمام. وبعدين تصادم غير مرئي غير مرئي بذرات مع ذرات مين؟ النيون. النيون. فتكسب ذرات النيون ايه؟ طاقة طاقة. إثارة. وتنتقل من مستوى إثارة ايه؟ إلى شبه داخلي مستقر. لمستوى إثارة خارجي يتماس بكبر عمر الزمني. 10^3 من الثانية. تمام. هم حيتوهوا ليه؟ والله العظيم ما عايز منهم غير وظيفة المجال الكهربي إكساب ذرات ذرات الهيليوم الهيليوم طاقة. طاقة. وظيفة الهيليوم يثير إثارة ذرات ذرات النيون النيون عن طريق عن تصادم طريق تصادم التصادم غير الغير مرن. مرن في منتهى بس البساطة. كده. شكرا. عن طريق تصادم الغير مرن. هو أولا وقلم بيكتب دور المجال الكهربي إكساب ذرات ذرات الهيليوم الهيليوم طاقة، فتصار من مستوياتها الأرضية إلى مستوى الطاقة الثالث. لو هو قال فقط إلى مستوى إثارة الطاقة العالية. شكرا لو هو قال فقط إثارة ذرات الهيليوم من مستويات أرضية لمستويات عليا خد درجته. اتنين، تصطدم ذرات الهيليوم المسارة مع ذرات نيون غير مسارة لكنها تقع في مستوى إثارة داخلي تصادم غير مرن، فتفقد ذرات الهيليوم جزء من طاقتها وتصير ذرات النيون وتكتسب ذرات النيون النيون طاقة. طاقة، وتصار فتصار من مستوياتها الداخلية إلى إلى مستوى مستوى الطاقة إثارة خارجي يتماس بكبر عمر الزمني. قول كام بقى كده؟ 10^3 تلات ثانية، وهو مستوى شبه مستقر. تمام كده؟ كده أنت تتراكم عملت بقى هنا الذرات بقى اللي هي حاضر بقى المسارة كلها. أنت كده عملت الضخ. يبقى واحد عملية الضخ. الضخ دي أتكلم عن حاجتين، دور المجال الكهربي ودور ذرات الهيليوم. دور المجال الكهربي إكساب ذرات الهيليوم اللي هو الهيليوم طاقة، طاقة يعملها عملية إثارة تطلع من مستوى الطاقة اللي هو الأرضي أو اللي هو الأدنى إلى مستوى طاقة الإثارة اللي هو زي الأعلى. الفل زي الفل. تصطدم ذرات الهيليوم المسارة بذرات مع النيون ذرات نيون غير مسارة تفقد جزء من طاقتها. بس تصادم غير مرئي.
يبقى نوع التصادم التصادم غير مرن الحادث، بين ايوه الهيليوم وبين النيون، تصادم غير مرن، فتكتسب ذرات ما النيون. نتيجة وأهمية التصادم بين ذرات الهيليوم وذرات النيون؟ تكسب ذرات النيون طاقة إثارة. تمام، يبقى دي تكسب طاقة ذرات ذرات النيون طاقة إيه إثارة، الأهمية تنتقل تنتقل من مستوى إلى مستوى شبه المستقر، مفيش مشكلة، هتستقضي فترة زمنية 10 سالب 3 من الثانية. تمام، تتراكم ذرات النيون النيون المصارة في هذا في هذا المستوى اللي هو شبه المستقر، إلى أن تصبح عدد الذرات أكبر، الذرات المصارة المصارة أكبر من عدد الذرات غير المصارة. شكرا، ويتحقق ده وضع شرط الإسكان المعكوس. الإسكان المعكوس يبقى احنا كده ببساطة قلنا حاجتين، قلنا الضخ، واحدة عملية الضخ، اتنين الإسكان المعكوس. عارف الإسكان المعكوس الضخ يتمثل في حاجتين، الحاجة الأولى إكساب ذرات الهيليوم طاقة، طاقة. هو دور المجال الكهربي، إكساب ذرات الهيليوم الهيليوم طاقة، طاقة، وتنتقل تنتقل من من المستويات مستوى الأرضية الطاقة لمستويات الأرضي الأثير إلى الخارجي. مستوى الطاقة الخارجي اللي هو الثالث. بعدها نكمل الضخ، الهيليوم بقى ما هوش مادة فعالة لا، عامل مساعد بالظبط، يعني الهيليوم كأنه مادة خاملة بالنسبة لتوليد الليزر. الليزر الهيليوم ما عندوش وظيفة، الهيليوم لا ينتج ليزر، لا، الهيليوم في الحالة دي لا ينتج ليزر، الهيليوم نقل الطاقة، يكسب ذرات النيون طاقة عشان نتيجة يعمل التصادم غير المرن. بالظبط، يعمل إثارة ذرات النيون، مش كده، نتيجة التصادم الغير مرن. وبعدين الإسكان المعكوس، تتراكم ذرات النيون المصارة في مستوى شبه المستقر حيث تقضي فترة زمنية 10 سالب 3 من الثانية. تمام، ويستمر تراكم الذرات كتير، عدد الذرات تبقى إلى كتيرة أن جدا، تصبح عدد ذرات المصارة أكبر أكبر من عدد بكثير من الغير مصارة في المساحات الداخلية، يتحقق شرط الإسكان المعكوس. إذن أهمية المستوى شبه المستقر في تتراكم هيليوم فيه النيون ذرات حدوث الإسكان المعكوس. أنا عايز نوضح الأهميات، أهمية المجال الكهربي إثارة ذرات إثارة الهيليوم، ذرات الهيليوم، طب أهمية ذرات الهيليوم إثارة ذرات النيون، تثير ذرات النيون، أهمية المستوى شبه المستقر حدوث الإسكان تتراكم اللي هو المعكوس. الإسكان المعكوس. تمام، طب دلوقتي بقى عملية العودة، يبقى أنت جبت لي أنت ثلاث حاجات، أو أنت جبت لي حاجتين، جبت لي أول حاجة عملية الضخ، اتنين عملية الإسكان المعكوس، المعكوس، تلاتة بقى العودة. العودة، فهمني العودة دي. هنا بقى تعود الذرات اللي هي أثيرت أول، يعني مجموعة الذرات اللي هي أثيرت أول واحدة هتعود تلقائيا بسرعة عشوائية. تمام، يعني عايز تقول لي العودة نقطتين وشرطة، أول مجموعة من الذرات المصارة تم إثارتها تعود تلقائيا، بطريقة عشوائية. تمام، وعندما تعود لو أي فوتون اصطدم بجدار الأنبوبة فإنه امتص. هايل، أم ما عدا الفوتون الموازي لمحور الأنبوبة حيث يعاني عدة انعكاسات ويخرج من النافذتان، ساعة ما يخرج من النافذتان هيقابل المرايتين فيحدث له عملية مين؟ انعكاسات متتالية. تمام، ساعة ما يحدث له عملية انعكاسات متتالية دي بقى حتة مهمة جدا، اللي هو يتضخم ويتكون شلال من الفوتونات ويكون ذات شدة ثابتة وطول المسار، ده أهم حاجة، يكون أطول طول المسار، طول تمام. المسار يكون كبير. تمام، في هذه الحالة ينفذ اللي هو شعاع الليزر. تمام، يعني ناخدها حتة حتة كده، انت قلت هايل جدا طبعا. هنقوله أول مجموعة من ذرات النيون تم إثارتها تعود تلقائيا فتعطي فوتونات، انا عايز يستفيد من اللي احنا خدناه، يوصف بايجاز اللي هي فوتونات الفوتونات عشوائيه الحركه تنتشر في يعني جمال في جمال الاتجاهات هايل، فبعضها يكون عمود على الجدار يمتص على جدار الانبوبه، اما الموازي محور الانبوبه يقطعها ذهابا وايابا، ده يعني حاضر بفضل المرآتين العكستين. ايه اهميه ذلك؟ فيمر على باقي ذرات النيون التي لم تصار، التي ما زالت مصارة، قصدك التي ما زالت اللي هي مصارة، اللي هي مصارة والتي قصدك لم تنتهي فترة العمر، العمر. فتستحسها على العودة فيديك الفوتونات المستحس. خد نفسك صغيرين عايز افهم هالهم،
واحده الضخ، التانية الاسكان المعكوس، التالتة العودة. العودة. الضخ فيه حاجتين، دور المجال الكهربي ذرات الهيليوم والنيون تمام، يكسب إثارة ذرات الهيليوم، دور الهيليوم إثارة يسير ذرات النيون. ده الضخ. الاسكان المعكوس دور المستوى الشبه المستقر، تتراكم فيه الذرات. العودة بقى المسار، عشان خاطر نوعين من العودة، الأولى تلقائية، أول مجموعة أول مجموعة من أثيرت تعود الذرات تلقائيا، تعود تلقائيا بعد انتهاء فترة العمر دون تدخل تدخل خارجي، خارجي، فتعطي فوتونات عشوائية عشوائية الحركة مختلفة التطور والاتجاه، والاتجاه. هايل جدا عشوائية الحركة دي في جميع الاتجاهات، بعضها عمود على الجدار يمتص، والآخر موازي محور موازي الأنبوبة المحور يقطعها ذهابا وإيابا، وإيابا، فيمر على باقي اللي هي ذرات ذرات النيون النيون اللي هي مصارة، التي ما زالت مصارة مصارة ولن تنتهي فترة فترة العمر. العمر بالنسبة له. تستحي الساعة العودة مرات فنحصل على شلال من من الفوتونات الفوتونات المستحثة، مهمة جدا، إنها في اتجاه في واحد اتجاه واحد، هو اتجاه محور الأنبوبة. محور الأنبوبة. هل هذه الفوتونات يمكنها النفاذ؟ لا شكرا. لا بقى، لازم توصل رابعا الى شده معينه. ايوه التضخيم والتكبير بقى، شده معينه لطول المسار. بفضل المرأتين العاكستين، بفضل المرأتين العاكستين، بفضل مين؟ المرأتين العكستين فإن الفوتونات المستحثة الموازية لمحور الأنبوبة هذه سوف تقطعها ذهابا ذهابا وإيابا. وإيابا. بتعمل كده ليه؟ الحتة اللي أنت عايز، كي يزداد طول المسار دي أهم حاجة، اللي هو طول التي المسار. تقطع هذه الفوتونات. حاضر. كي يزداد طول المسار التي تقطع هذه الفوتونات. طب عايز تعمل كده ليه؟ كي تزداد فترة تواجدها داخل الأنبوبة حتة حتة ثانية ثانية. الفوتونات المستحثة هذه اللي هي فوتونات الليزر اللي هي الموازية محور الأنبوبة فقط، مفيش حاجة، العمودي مات، ما عنديش الموازية محور الأنبوبة فقط، سوف تقطع الأنبوبة ذهابا وإيابا عدة مرات بفضل المرأتين العكستين، كي تزداد أو كي يزداد طول المسار التي تقطع هذه الفوتونات تمام، وتزداد فترة تواجدها داخل الأنبوبة. أنت عايز كده ليه؟ حتى تتهيأ الفرصة وتمر هذه الفوتونات على مجموعة أخرى من ذرات النيون تم إثارتها بعد عملنا لها إثارة، تستحي الساعة العودة فيتضاعف عدد الفوتونات. يحدث ذلك مرارا وتكرارا عدد كبير من المرات، فيتضاعف عدد الفوتونات كل مرة بالعدد الجديد حتى يتم تضخيم وتكبير شعاع الليزر، ويقوى على النفاذ بقى من المرآة مين؟ ليسوا منفذة شبه المنفذة. مش ده اللي كنت حضرتك عايز تقوله؟ تعال نقسمه لهم بقى. السؤال يجي ازاي؟ ما قيمة الضغط داخل أنبوبة ليزر الهيليوم نيون؟ 6 من 10 ملي متر زئبق. ما النسبة بين ذرات الهيليوم إلى النيون؟ 10 هيليوم إلى 1 نيون. ما وظيفة المجال الكهربي أو الجدر الكهربي؟ يعمل إثارة لذرات الهيليوم زي الفل. ما وظيفة ذرات الهيليوم؟ تثير ذرات النيون، هايل، عن طريق تصادم غير مرئي تمام. ما وظيفة المستوى الشبه المستقر؟ يتجمع فيه عدد كبير جدا، ده عشان الاسكان المعكوس، يتجمع فيه عدد كبير جدا من ذرات المصارعة. ممتاز جدا. طب ما وظيفة أول مجموعة من ذرات النيون تم إثارتها؟ دي على طول ديت بترجع تلقائيا بسرعة عشوائية. كي تمام. كي تحدث؟ كي تحدث اللي هي مين؟ كي تقوم الفوتونات الموازية محور الأنبوبة بإعادة الذرات الباقية عودة مستحث لباقي ذرات النيون. تمام. ما وظيفة المرأتين العكستين؟ دي تعمل بقى على التضخيم والتكبير، وتكبير شعاع وتحسين الرطيف عن طريق بقى الانعكاسات اللي هي المتتالية. انت جبت سيرة حلوة قوي، قلت لنا الطول ده مهم قوي، اللي هو طول المسار عشان يوصل لشدة ثابتة. تمام. طول بقى المسار ده يعني انت بتحسب ازاي؟ على فكرة انا هقول مش حاجة عليهم. لا لا، انا كده هقول انا حاجة بس محدش يتخض. كتاب المدرسة
لو بصينا فيه الرسومات بتاعته ما هوش مطلع لي يعني في العودة ما بيطلعليش طمج واحد، ده لا اكتر من اكتر. طمج، مش كده الكلام؟ ايوه موجودة ظهر ايوه من الفوربي والسليبي والقصة الحلوة ده، او من 5 اس و4 اس والكلام ده. تمام؟ يعني انت متفق معايا ان في اكتر من طولموجي، ايوه احنا خدنا واحد. انت قصدك بقى المسار ده هو اللي اللي بيحدده، هو بيحدده. انت قصدك كده صح، ان بيبقى طول المسار مضاعفات صحيحه لانصاف الطولموج اللي انت عايز تضخمه، يعني انت بتاخد واحد فيهم بس بيتم تضخيمه ويتم مين تكبيره، يبقى طول المسار ده هو مضاعفات صحيحه لانصاف اطوال الفوتونات المراد تضخيمه ومراد مين تكبيره، عشان كده بيخش في عمليه تحسين النقاء الطيفي. ماشي يا ريس كده؟ ماشي ده يا اللي انت ريس. كنت قصدك عليها، طرق التضخيم والتكبير. ماشي يا ريس كده؟ ماشي يا ريس. طيب عايز تضيف اي حاجه عن طريقه توليد الليزر؟ لا كده تمام. السؤال ما يجيش على فكره غير اللي احنا قلناه، ما وظيفه 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 كده. طيب مين بقى هي استخدامات اشعه الليزر؟ عايزك تسمعني يا استاذ. اول حاجه تستخدم اشعه الليزر فيه اللي هي الهالوجرافيا دي، اللي هو التصوير المجسم. اللي هو التصوير المجسم. ايه بقى القصه بتاعته دي؟ هالو، كلمه هالو حلو. وجرافيا، جرافيا صوره، وهالو كامله، يبقى كامله. دي معناها الصوره الكامله. يعني انت عايز تقول كلمه الهالو جرافيا، تمام؟ هالو هالو كامله. كامله، طيب جرافيا اللي هي الصوره، يبقى دي صوره الصورة كامله. الكاملة. طيب جميل، حلو جدا. أنا هقول لك حاجة بقى، الأشعة الضوئية اللي بتترك الجسم المراد تصويره عائدة إلى الحائل، بتحمل زي ما قلنا معلومات تعبر عن مين؟ فرق المسير والشدة، وفرق تور الطور والشدة. والشدة الثلاثة الشدة اللي هي أماكن الإضاءة والإظلام، اللي هو ده بالمضيء والهدى المظلم. إيه ده؟ اللي هي ايه بقى؟ هدى بالمضيء والهدى المظلم، تمام دي بقى اللي بتدخل في الصورة المشفرة بقى. تمام اماكن الاضاءه بقى الاظلام دي، ان انا وش لونه ايه بقى، وبعدين عينيه لا تجوف لجوه، كميه الاشعه الضوئيه، فرق المسير اللي هي ابعاد وش انا، يعني انا مثلا مناخيري دي البروز بعدها. وال تمام، يبقى هو ببساطه يقول الاشعه الضوئيه التي تترك الجسم المراد تصويره تحمل بيانات تعبر عن صفات هذا الجسم، تتمثل في مين؟ فرق المسير. وفرق فرق الطور. المسير وده جزء من الطول الموجي، هنفهمها لهم شوية. هنفترض مجموعة طلبة اتحركوا من قدام المدرسة، كل واحد فيهم له فتحة رجل، يعني الفترة 50 سنتي، 20 سنتي، 40 سنتي، عايزهم يتخيلوا ان الطول الموجي ده اللي هو فتحة رجل الموجة. انت حضرتك فتحة رجلك اوسع مني، وارد ولا مش وارد؟ وارد. يبقى لو انت اتحركنا في وقت واحد ما احناش هنوصله في وقت واحد. طبعا. يعني لو انت فتحة رجلك دي اتساع بيختلف الطول الموجي 50 سنتي وانا 40 سنتي، اول خطوة ليك ما شاء الله تكون انت 70 10 سنتي. اظن هتفرق عني يبقى خالص. اختلف الطول الموجي. يبقى فرق المسير ده بيبقى جزء من الطول الموجي. وفرق التطور ده جزء من توبوي. وفي الشدة اللي هي مربع الساعة. يبقى هيقول الأشعة الضوئية اللي تركت الجسم مراد تصويره، تمام؟ تحمل معلومات تعبر عن فرق التطور جزء من توبوي، فرق المسير جزء من لمدة، وبعدين الشدة اللي هي مربع الساعة. الضوء العادي يعاني من عديد من الاضطرابات أثناء الانتشار في الوسط، تمام؟ نتيجة اختلاف مين؟ الأطوال الموجية. الأطوال الموجية. إذا لما نوصل إلى الحائل، هل أنا هنعبر عن فرق المسير؟ هل نعبر عن فرق الطور؟ طبعًا. يبقى الصورة اللي تكون على الحائل في هذه الحالة ينقصها بعض البيانات. بيانات اللي هي فرق المعلومات، المسير، فرق المسير وفرق الطور. تعبر فقط عن الشدة، بسموها الصورة المستوية أو الصورة المسطحة. ده الضوء العادي بقى. اللي هو ده الضوء العادي. تمام كده؟ يبقى هنا الضوء العادي كونه صورة لا تحمل كل البيانات، لا تعبر عن فرق التطور، لا تعبر عن فرق المسير، تعبر فقط عن الشدة، يبقى ينقصها بعض البيانات
ينقصها بعض المعلومات بعض المعلومات فرق تكونت المسير وفرق على الطول. الحائل بطريقة صورة مباشرة. مستوية. شكرا. الصورة المستوية أو كده المسطحة. في بقى عالم كان اسمه ايه فاكره؟ جابور. علي جابور بقى ده 1948 قال فيه الأشعة المرجعية. قال لك مين بقى الأشعة المرجعية دي؟ قال لك هي حزمة متوازية رفيعة من أشعة ليزر بس ليها نفس الطول الموجي للأشعة اللي تركت الجسم المراد تصويره، لها نفس ايه؟ الطول الموجي لا للأشعة نفس الطول الموجي للأشعة اللي هي تركته. هذه بقى الأشعة تتقابل مع مين؟ مع الأشعة المنعكسة من على الجسم. مع الجسم على حائل معد خصوصا لذلك، يحدث بينها تداخل ايه؟ ضوئي. يتم فيها ايه بقى؟ تكون غدد مضيئة أو غدد يتم مظلمة. في الأول من تكوين ما فقد أو إعادة ما أيوه فقد من معلومات. من معلومات اللي صح؟ هو فرق المسير وفرق الطور. تمام. وتكون لك بقى صورة، الصورة دي مشفرة. صورة مشفرة. صورة هدب مضاء وهدب دي ايه؟ الغدد بقى المضيئة والغدد بيسموها الهولوجرام. الهالوجرام. عرف الهالوجرام. طب ممكن تقول الصورة دي مرة أخرى تاني؟ عينيا. إن هتقول يعني إحنا مثلا لو في مثلا صورة اللي هو على الفوتوغراف اللي هو اللوح الفوتوغرافي الحساس. تمام. لما مثلا بعمل أي أشعة لما تتقطع الأشعة ديت خلاص ما بتظهرش أي صورة ليها. طبعا. هنا الهالوجراف ده لو اتقطعت أي جزء منها أقدر أجيب الصورة تاني؟ أرجعها تاني. طبعا. هو عبارة عن ايه؟ الأول ملايين من هذه بقت الصور. تمام؟ احنا عايزين نعرف الهولوجرام. ده تعرف ده الفكرة مهمة. وعايزين نعرف الأشعة المرجعية لأنه مهم. الأشعة المرجعية هي حزمة رفيعة متوازية من أشعة ليزر لها نفس الطول الموجي، لها ايه؟ لا نفس نفس الطول الطول الموجي. الموجي. لمين؟ للأشعة اللي تركت الجسم عشان خاطر بقى تحدث تداخل ضوئي بينها بين الأشعة المنعكسة من الجسم على حائل معد خصيصا لذلك، ويتم تعويض ما فقد من ايه؟ من معلومات، معلومات ويكون صورة مشفرة مش كده كاملة البيانات اسمها الهولوجرام. الهالوجرام. يبقى الهولوجرام هو مين؟ هو صورة صورة مشفرة تكون تكونت هدب مضيئة أو هدب مظلمة على حائل نتيجة اللي هي تجمع بقى حدوث المعلومات كلها حدوث تداخل ضوئي تداخل بين الأشعة المرجعية والأشعة تركت المنعكسة الجسم. لو انت نورت بقى الهولوجرام ده بالايه؟ بنفس بالليزر تتكون الصورة مين؟ بنفس الممثل. الليزر اللي هو كان سقط طبعا قبل كده ده طبعا شرطه طبعا يعني لازم يكون نفس الليزر اللي سقط من نفس قبل. الطول الموجي اللي هو نفس الليزر بتاع الأشعة المرجعية. المرجعية. تمام. يتم تكوين الصورة المجسمة. عايزك بقى تعمل لي مقارنة بين الصورة المجسمة وبين الصورة المسطحة أو المستوية. اللي هي الصورة المستوية اللي ده بتاع الضوء العادي. تمام. دي صورة مستوية، ينقصها يعني بعض البيانات زي الفرق اللي هو المسير وفرق الطول والشدة. تمام. يعني أنت هي بتدي قصدك معلومات بس. تمام، قصدك من حيث البيانات. اه. الصورة المستوية ينقصها بيانات تعبر عن فرق المسير وفرق وفرق التطور الطول تعبر عن الشدة فقط. والشدة بس. هناك كاملة البيانات، مش كاملة الهالوجرام، البيانات. كاملة البيانات. كاملة البيانات تمام. وفيها فرق الطول وفيها فرق المسير وكل حاجة. تمام. ده من حيث البيانات. البيانات طب من حيث دي الأبعاد. صورة مستوية تمام. دي الصورة صورة المستوية. مجسمة تمام. الصورة المستوية من حيث الأبعاد بعد واحد أو بعدين. بعد أو بعدين. تمام. من حيث الصورة المجسمة هنا دي ثلاثية الأبعاد. ثلاثية الأبعاد اللي هي عمق أو ارتفاع مش كده وعرض وطول. تمام. طب بالنسبة للتكوين اتكونت ازاي؟ الصورة المستوية تكونت على الحائل مباشرة، لكن الصورة المجسمة حدث الأول تداخل ضوئي وبعدين كوناها مين؟ احنا حلقة كانت ممتعة جدا الحمد مع لله. الأستاذ عزت سعد، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله في مثل هذا الموعد. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة